نروح مع حضراتكم إلى المملكة العربية السعودية اللي تعتبر يعني أكبر جالية مصرية بالخارج موجودة فيها. احنا بنتكلم على حوالي 3 مليون مصري مقيمين داخل المملكة العربية السعودية. نتعرف على وقائع تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، مشاهد كتيرة شفناها مع يعني ضيوفنا، وهنروح دلوقتي مباشرة مع الأستاذ أحمد علي حسن عضو الجالية المصرية في السعودية. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. لما نيجي توصف لنا المشهد امبارح من واقع تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسيه في اول ايام الانتخابات بالمملكه العربيه السعوديه واخر استعدادات اليوم الثاني. احنا امبارح طبعا كلنا شفنا على الفيديوهات اللي اتعرضت على جميع اللقاءات او التصوير الخارجي للقنصليه، كان ازدحام شديد جدا في اليوم الاول، ادى الى انشاء ثلاث مناطق انتظار في منطقه جده لتسهيل دخول الناخبين. احنا شايفين من امبارح عرس انتشابي لابناء الجاليه المصريه، ازدحام شديد جدا لفئه الشباب، عندنا كمان كبار السن المتواجدين جايين بيدوا باصواتهم. شفنا كمان العائلات امبارح جايين، اسر كل الاب والام والاولاد بيشاركوا في الملحمه الوطنيه لبلدهم هنا في المملكه العربيه السعوديه. طيب احنا عارفين انه المملكه العربيه السعوديه فيها اكبر جاليه مصريه، بنتكلم على 3 مليون، بيمثلوا شرائح مختلفه وبيعملوا في مهن مختلفه، والسعوديه ليها خصوصيه انها يعني بلد متراميه الاطراف، واحنا عندنا يعني مقرين اعتقد في الرياض والقنصليه في جده. المصريين الموجودين في مدن مختلفه في السعوديه ازاي بيتواصلوا عشان يصلوا الى المقرات الانتخابيه؟ وكلمنا عن حاله التواصل اللي بتحصل ما بين المصريين داخل المملكه. انت حضرتك عارف ان احنا زي ما حضرتك نوهت ان احنا عندنا مقرين للانتخاب، القنصليه والسفاره في الرياض. احنا ابتدينا طبعا من ابتداء المرسم الانتخابي، الاتحادات والجاليات، و كان عندنا حملة السيسي مرشحنا، كنا بنبتدي نعمل زي حضرتك زي جروبات لابناء الجاليه المصريه ونوعيهم ان احنا هننزل ازاي هنشارك، وعملنا نقاط تجمع للمناطق البعيده زي المدينه المنوره ومكه المكرمه وعند حضرتك ينبع واملج والطايف ومنطقه الزجاج لنقل المواطنين. كمان سهلنا على المواطنين ان احنا ابتدينا يعني نوعي كل واحد ازاي يجي، يعني مثلا ما نبقاش في تكدس، يعني منطقه المدينه تيجي الوقت الساعه كام مثلا، منطقه الطايف تيجي الساعه كام، عشان ما يبقاش في تكدس للعائلات في المشاركه في العمليه الانتخابيه. اكيد حاله كبيره من الوعي احنا شايفينها بقت موجوده عند المصريين بصفه عامه، وشايفينها كمان ظهرت مع المصريين المقيمين في السعوديه، كان شفنا كمان قد ايه هم مهتمين بالمشاركه في الاستحقاق الانتخابي. تعليق حضرتك. انا طبعا احنا دايما بنراهن على وعي الشعب المصري، وكان طبعا احنا شفنا قد ايه الشعب المصري وقف يعني بجوار الدوله المصريه في جميع الازمات. احنا طبعا شايفين المناخ الاقليمي حول الدوله المصريه، فالشعب المصري نفسه متحمل المسؤوليه ان هو يدافع عن بلده. احنا نازلين بنقول للناس انزل وشارك، مش مهم هتختار مين، اهم حاجه انزل وشارك. صحيح. قول كلمتك. طبعا الناس كلها هنا جايه، ما حدش بيسال انت جاي تنتخب مين، ولا حتى الناس الناخبين نفسها ما بيسالوش بعض، كل واحد داخل يشارك، وناس فرحانه جدا. انا اول مره في حياتي اشوف، انا من فئه الشباب، ان انا اشوف عرس انتخابي. انا بقول لحضرتك انا حاسس الناس كلها عارفه بعضيها، الناس كلها جايه بتتكلم على بعض. جميل. الناس كلها قاعده فرحانه مع بعضيها. انت لحضرتك اخيرا دكتور احمد، يعني توقعات حضرتك لليوم الثاني النهارده وفي سير عمليه الانتخاب، هل ممكن نشوف اعداد اكبر، والى اي مدى بيحصل عمليه التنظيم ما بين المصريين الموجودين في مدن مختلفه داخل المملكه للوصول الى المقر الانتخابي؟ احنا فتحنا منذ تقريبا 15 دقيقه، احنا لقينا الناس منتظرين من قبل ما نفتح. جميل. تمام، مستقيم منتظرين الدخول. دلوقتي عندنا القاعه مزدحمه داخل اللجان، احنا عندنا هنا تقريبا 12 لجنه، الناس مصطفى حواليهم، كله بيدي بصوته، والسير العمليه الانتخابيه يعني انت عارف احنا لسه في اول اتجاه اللجنه، فلسه الصباح يعني ما نقدرش نقول المؤشرات قد ايه تقريبا.
شكرا شكرا جزيلا دكتور احمد علي حسن، عضو الجاليه المصريه في المملكه العربيه السعوديه. صباح الخير على حضرتك.